تقي في مصالح امن ولايه خنشله بالمرصاد وبكل صرامه من اجل الوقوف على مدى التزام المواطن بمواقيت الحجر الصحي الجزئي. في هذه العمليه التي تمت من اجل تامين راس السنه الميلاديه، قامت مصالح امن ولايه خنشله بالعديد من العمليات الشرطيه النوعيه، لا سيما فرقه البحث والتدخل التي تمكنت من حجز كميه معتبره من المشروبات الكحوليه تزيد عن 5000 وحده من مختلف الانواع والاحجام، بالاضافه الى 21000 من السجائر متأتية عن طريق التهريب.